السلام عليكم. أنا شامة، كنت فنانة مع ربيع ديال أسفي كاملين، سيدي بنور، الفن ديال الشعبي، فهمتي؟ ودابا الصحة عيات وملي ما بقيتش خدامة في الفن وليت كندير غير ميناج. بزاف الناس خدمت عندهم ميناج، ولكن دابا عييت واحد قريبة لواحد 8 شهور، دابا مبقيتش نقدر نهز تاع القراش ديال الماء، مبقيتش نقدر نهزو انا واخ ديالي. شحال من عام انت خدامة؟ من 75، قولي كاع من 74، ولكن فاش بديت كنتعرف مزيان من 75. بديت مع واحد السيد النظيفي الله يرحمه، راه قالوا لي توفى، هو الاول اللي بديت معاه مع الكمانجه. خدمت من وراه مع عيده، خدمت 88 مع الحامونية الله يرحمها، كل شيء دزنا بخير يعني، كانت الفلوس وكانت هذا، ولكن أنا ما درت والو، كنت هز العائلة الخوت، داكشي علاش ما درتش علاش رجع، ما بقى عندي والو. الوقت اللي تليت تلات بيا ليام بقيت أنا وياه في هاد المحل ديال الكرا، هاد المحل مولاتو كتبغي الفلوس، باقا صغيرة، درية صغيرة. انتي ومن بقيتي في هاد المحل؟ كاين انا وخويا، واخا كاين الخوات تاعي وداكشي، ولكن المشكل هو انا وخويا. الاخ ديالك ما تزوج؟ ما عمرو تزوج من نهار تزاد، ما عمرو تزوج، لا ما عنده ديك اللي رقي وقاليه ورجل رقي وقاليه، شكون اللي بغى تتزوجو؟ شكون اللي غادي يقبل عليه؟ هو الان كيعاني من شي امراض، كيجي الصرع، كيطيح ما كيبقاش عاقل، كيبقى يتنخض، كيولي الدم خارج ليه من هنا ومن هنا. هادشي اللي مابقاش يشتغل، لا مابقاش يقدر، مازال ملي كان في ديك الثلاثينات والربعينات شويه، دابا لا، دابا راه شي 30 سنه هو جالس معايا. بالنسبه لك انت اللي كتحملي المصاريف؟ كلشي كرا وكلشي، اي حاجه انا اللي هازه. دابا ميكلتو، دابا هو كيخرج على الروضه، ملي توفات الوالده ولا كيخرج على الروضه، ملي تغلبت انايا ولا كيخرج على الروضه، يجيب شويه كيعطيني ديك 1000 ريال وهذا، يقول لي ساعه ما لان تغلبت انايا، ما بقاش قدرت على كرا وهذا. دابا تقريبا في الشهر كتخلصي، درنا غير 100 درهم ديال الضو، غتخلصي مع 16 ديال الكرا ولا 18، زيدي على الماء. شحال من عام نتوما كارين؟ شي 8 سنين تقريبا ملي توفات الوالدة، شي 8 سنين. وبالنسبة للكرا كيتساركم هنا؟ كيساني دابا غير من شهر 12، كانوا معاونيني شي ناس، واحد الوليد كنت مربيه كاين في اسبانيا، كان عاوني شوية، ولكن دابا من الوقت ما فيهاش ما يدار، ما بقاش قد يعاونو، ضعفت عندو الخدمة وداكشي. شنو النداء ديالك للمحسنين؟ النداء ديالي كنطلب من الله ومنهم يحنوا فيا انا وهاد هاد الراجل، هاد الاخ ديالي. ما عمرك تزوجتي انت؟ قديم، ولكن من نهار بديت في هاد الميدان لا. ما عندك وليدات؟ لا، مربي غير واحد الوليد قلت لك، ولكن دابا راه ما كاينش انا، ولكن تغلب عارفني غير مربيه، عم كنبقى فيه كيروف عليا، ودابا تغلب مع هاد المرض وهاد الوباء وهاد الشيء، وما يقدرش عليا كرايا وما وبصيرين وهذا، ما يقدرش عليا. شنو كتطلبي من المحسنين؟ كنطلب منهم يحنوا فينا انا وهاد الراجل، حنا كبرنا ما بقينا قدينا نشتغلوا، ما بقينا قدينا نخدموا، ما بقينا قدينا والو، ما بغيت منهم والو. انا كنطلب منهم غير ميحين تسقروا فيه، الماكله ماشي مشكل، تنطلب منهم غير فين نتسقر انا وياه، الا الدريه بغات محل غتخرجني فيه غنمشي انا وياه. هذا هو الهدف ديالي اللي كنطلب. انتم الان مهددين بالافراغ؟ وراه كانوا ملي مات السيد اللي هنايا خيالها وداكشي، كانوا قالوا لي خوي، غير انا بقيت كنعافر ونجمع لها في كريوات ونخلص لها شهيرات، كان عندي شهور كتير، خلصت لشهر 11، وتا هي مسكينه ما قالت ايه والو في الصراحه،
ولكن دابا كيتجمع راه شهر 3 هذا، يعني كيتساني شهر 12 وشهر 1 وشهر 2 وشهر 3، هما تجمعوا لي 4 وما قالت لي والو، وهي اللي مساعده معايا في هذا الشيء، هي اللي عطاتني النميره نيت، شافت الحاله كي دايره، هي اللي عطاتني هاد النمره وقالت لي صوني ليها. يكون خير ان شاء الله. هذا هو الهدف ديالي، الله يجعل صدر بيزازيهم بخير ويخلي لهم العزيز عليهم ويخلي لهم وليداتهم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.